أمراض المستقيم والشرج ومشكلاتهما مقدمة. تتمثل الأعراض الرئيسية لأمراض المستقيم والشرج بالألم والنزف. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. من الأعراض الشائعة الأخرى أيضا تغير عادات التبرز وخروج مفرزات من القيح أو مخاط ذي رائحة كريهة والشعور بالضغط أو التورم حول الشرج. تنشأ البواسير بسبب الدفع خلال إخراج البراز غالبا. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. يؤدي الإمساك إلى جعل البراز قاسيا جافا، ويكون على المستقيم أن يدفع بقوة أكبر حتى يتمكن من إخراج البراز، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى إصابة المستقيم بالضرر، وقد يؤدي هذا إلى تورم الأوعية الدموية في المستقيم، مما يؤدي إلى ظهور البواسير. إن المعالجة الجراحية للبواسير تضمن عدم ظهور البواسير من جديد. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. لا يوجد أسلوب مضمون في المعالجة لمنع ظهور البواسير من جديد. إن التشقق الشرجي هو جيب مليء بالقيح يظهر في القناة الشرجية أو قرب فتحة الشرج. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. الخراج الشرجي المستقيمي هو جيب مليء بالقيح، وأما التشقق الشرجي فهو تمزق. يمكن أن ينشأ الخراج عندما يصاب التشقق الشرجي بالعدوى. ما الذي يمكن أن تشتمل عليه معالجة السلس البرازي؟ اختر إحدى الإجابات التالية. أولا تغيير النظام الغذائي، ثانيا الأدوية، ثالثا الجراحة، رابعا كل ما سبق. إجابة صحيحة. هناك خيارات معالجة أخرى يمكن أن تشتمل على تمارين أسفل الحوض وعلى تمرين الأمعاء وعلى التحريض الكهربائي أيضا، وذلك بالإضافة إلى الأساليب المذكورة آنفا. يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية من أجل معرفة أسلوب المعالجة الأفضل للمريض. يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الشرج. اختر جواب صح أو خطأ. إجابة صحيحة. إن المدخنين يتعرضون لخطر أكبر من حيث احتمال الإصابة بسرطان الشرج. شكرا لاستخدامكم برنامج Explain.